في حياتنا بشكل عام قد نستخدم الطاقة الكهربائية بشكل كبير ولا نعي أهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. ضيفاتنا اليوم فكروا بطريقة استثنائية بتطبيق اختراع يقلل من استخدام هذه الطاقة بنسبة 50%. من هم ضيفاتنا لهذا اليوم وما هو الاختراع؟ تابعونا. ضيفاتنا اليوم فكروا بطريقة مختلفة واستثنائية، لذلك كان النتاج هذا المشروع المختلف. دعونا نرحب بضيفاتنا لهذا اليوم. نورة، أهلا وسهلا بك. آمنة الزرعوني، مها المزروعي، أهلا وسهلا بكم. اليوم فخورين بوجود شابات مبتكرات ابتكروا أو قدموا اختراع مميز ويخدم دولة الإمارات ويخدم المستقبل أيضا. فبداية نورة، حدثينا عن هذا الابتكار أو هذا الاختراع تحديدا. مشروعنا اسم مشروعنا أعمدة الذكية في طرق سريعة، وعندنا ثلاث أشياء أساسية في مشروعنا اللي هو اختيار السنسرات، نعم، أو المستشعرات، هي نعم، وشيء ثاني الكنترولر ديفايس، أي بروجرامينج استخدمنا، نعم، في التحكم أتوقع، صح، جهاز التحكم، هي وشيء ثالث كيف نقدر نوصل لاسلكي من أعمدة للأعمدة الثانية. نعم، يكون اتصال لاسلكي بين الأعمدة. فهذه فكرة المشروع بشكل عام. هذه يمكن بلورت الفكرة، أتتكم الفكرة يمكن من جانب معين نورة؟ نحن تخصصنا كان الهندسة الكهربائية والإلكترونية، فهدفنا كان أن كيف نقدر نساعد دولتنا، فسوينا وايد دراسات وعرفنا أن تقريباً 40% تستهلك الدولة الطاقة الكهربائية في الستريت لايتس، نعم، اللي هي الأعمدة الإنارات في الطرق، صح. فقلنا كيف نقدر نطور من هالأعمدة أو نسوي شيء جديد مميز نقدر نقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية. جميل، وأضفتوا لها أيضا ميزات أخرى راح نتحدث، صح، فيها بإذن الله. هذه بالنسبة لي، من أين أتت الفكرة وكيف فكرتم بها؟ والجميل دائما أرى أن طالبات جامعة الشارقة متميزين بأفكارهم، هل لأن هذه الجامعة هي حاضن الأفكار للابتكارات المختلفة؟ يمكن آمنة أيضا تحدثنا عن أولى الخطوات في تنفيذ هذه الفكرة. صحيح، نحن في البداية بعد ما رسينا على فكرة المشروع تم عمل مقارنات عالمية مرتبطة بفكرة المشروع، تم دراسة أفضل الممارسات اللي تمت عملها على مستوى العالم، وبناء على ذلك تم ابتكار أو الترسية على آلية عمل المشروع الأساسية، واللي هي ربط أعمدة الإنارة عن طريق الشبكة اللاسلكية. وبناء على ذلك تم اختيار حتى الأجهزة والمواد المستخدمة في المشروع بما يتناسب قابلية أو مدى تحمل الأجهزة في مناخ دولة الإمارات. نعم، جميل. مها، أتوقع أن هذا المشروع يحتاج إلى دعم وإلى يمكن أصحاب الاختصاص أكثر. كونكم بجامعة الشارقة أتوقع هناك كادر أكاديمي متميز، فهل كان هناك دعم من الكادر الأكاديمي؟ كان أشخاص معينين دعموكم بهذه الفكرة؟ مثل ما تعرفون نحن جامعة الشارقة، نعم، عندنا تم تشكيل لجنة حكم من نخبة من الدكاترة، وعندنا المشرف علينا كل مجموعة من الطالبات يكون في مشرف على هالطالبات. نحن كان المشرف علينا الدكتور سليمان محمود. الدكتور شي خلينا كل أسبوع نسوي بحث ونعقد اجتماع أسبوعي مع الدكتور يطلع على كل البحوثات اللي سويناها، ومن خلال خبرته يعطينا المعلومات الكافية اللي نقدر يعني نتقدم في المشروع. نعم، أكثر. يعني البحوث هذه مختصة بالمشروع نفسه. صحيح. تقومون بعمل بحوث مصغرة، صحيح، تدعم هذه الفكرة، يطلع عليها الدكتور، نعم، ويعطيكم بعض الملاحظات، صحيح، كيف نتطور، نعم، من الفكرة. فهذه الملاحظات ساعدتكم في تطوير الفكرة، صحيح، والوصول إلى الفكرة المطلوبة من هذا الاختراع. أكيد.
نعم. هو كان في اجتماعات حتى بشكل أسبوعي توجهنا يعني حتى لإتمام المشروع هذا على أكمل وجه. نعم. وكان هذا هو مشروع تخرجكم بالنهاية. هي نعم. نعم بإذن الله سيكون هذا المشروع مثمر وسيطبق بإذن الله في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذن نورة نتحدث عن عمل هذا الجهاز والمكونات التي تم وضعها في هذا الجهاز أو في هذا الاختراع حتى يؤدي عمله. صممنا المشروع بحيث أن نسبة سطوع الإنارة تكون 30% مفتوحة، وقبل لا توصل السيارة النسبة تزيد 100%، وأول ما تتحرك السيارة العمدة اللي وراء تبدأ تقل. هي صح نسبة الإضاءة. هي يعني. فمثلا في شارع، مثلا الشارع فاضي فمو بوايد سيارة هناك، ف تبدأ تقل نسبة الإنارة. هي فشي نحن بنقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية. نعم. هاي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية إذا في حادث أو emergency situation نعم. نحن مسوين حالات الطارئة. هي نعم. نحن مسوين هذا بروتوتايب بس في الصدق شيء ثاني. نعم يعني هذا نموذج أولي ولكن في الواقع سيكون شيء ثاني. نعم صح. إذا في حادث عقب ما ندق البوش باتن، هذه أزرار عبارة؟ لا هاي الألتراسونيك سنسر مستشعر. نعم. هي أنا أراها منتشرة على مدى الشارع كل أو الطريق. أعمدة تحتاج ألتراسونيك سنسر. نعم. يحدد سرعة وحركة سير السيارة من بعيد عشان نسبة سطوع الأعمدة تزيد 100%. نعم. ذكرتي نورة أن إن كان هناك في حالة حرجة أو خطرة يكون هناك ممكن الضغط على زر معين، هذا الزر اللي بجانب عمود الإنارة نفسه. شو الهدف من هذا الزر؟ أول ما ندك على البوش بتن يطرش مسج حق الشرطة أو الإسعاف أن في هالمنطقة شيء حادث، ونفس الوقت بيطرش ارسال حق الاعمده اللي قدام يسوي بلينكينج حق الستريت لايتس، يعني تنبه السيارات بحيث انها تضيء وتطفئ. هي ان قدامكم شيء حادث فيرجى الانتباه. هي فهاي الفكره الثانيه. فهاي الفكره بتقلل من الحوادث وبتزيد الأمن والأمان في دولة الإمارات. جميلة الفكرة. يعني أي شخص قد يعاني من حادث ممكن لا يستطيع الاتصال على الطوارئ، فمجرد ما يضغط هذا الزر أو أي شخص حواليه ممكن يضغط هذا الزر تكون في سرعة في إرسال الرسالة إلى الجهات المختصة والاستجابة من خلالهم. صح. حتى يتم تدارك الخطر بأقل وقت. بس هذا في البروتوتايب، في الصدق شيء image processing نفس كاميرات في كل ستريت لايت، ومن هذا يبين أن في حادث ولا لا ويطرش بدون لا ندق يعني كاميرات تصوير. صح. موجودة في هذه الأعمدة للتحقق إن كان هناك فعلا حادث أو لا. صح. يعني إن أساء البعض استخدامه بالضغط مثلا فهذه الكاميرات يتم التحقق من خلالها هل هناك فعلا مشكلة معينة، بدل أن يتم أيضا إضاعة جهد ووقت الجهات المختصة. هذا بالنسبة لعمل الجهاز بشكل عام. آمنة أتوقع أخذ منكم وقت هذا الجهاز وعمل هذا الجهاز، فكيف عملتم عليه؟ حسب خطة الجامعية كمشروع تخرج تم فصل المشروع هذا إلى مرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي دراسة وعمل البحث كامل تفصيلي مع جميع المراجع والمصادر الموثوقة، بحكم أن اختيار المواد والأجهزة مثل ما ذكرنا أو آلية المشروع بشكل كامل. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التنفيذ تم تصميم وربط المواد الأدوات والأجهزة عن طريق لغة البرمجة. نعم. سواء عن لغة البرمجة أو سواء ربطها حتى في الـ PCB. نعم. الجهاز نفسه. الجهاز. نعم. بالأسلاك مها أتوقع وقت عمل هذا الابتكار أو الاختراع أخذ منكم وقت معين، وأيضا يمكن بالنسبة للأدوات اللي استخدمتوها أيضا أخذت منكم وقت في جلبها واستخدامها في هذا الجهاز. نحن في الفصل الأول كنا عدنا مرحلة البحث، سوينا بحث بما يزيد بحث علمي بما يزيد عن 100 صفحة. في هذا البحث جمعنا وشفنا شو الأدوات اللي نحن نحتاجها، يعني مثلا عمدة الإنارة استخدمنا الـ LED. الـ LED ليش استخدمناه؟
هو أكثر كفاءة. نعم. ويعيش فترة أطول. وحين توجه الدولة ما شاء الله يعني غيروا أغلب. نعم. هي أقل يعني قدرة في ممكن استهلاك الطاقة. صحيح. أو استهلاك صح. الطاقة يكون بسيط يعني. صح. نعم. ويعيش فترة أطول. فحين الدولة بعد ما شاء الله غيروا أغلب عمدة الإنارة في الشوارع استبدلوها بالLED. طيب مها كيف راح يخدم المستقبل هذا الجهاز ويخدم البشرية أيضا؟ مشروعنا عدة فوائد. فائدة الأولى الأساسية اللي هي تقليل استهلاك الطاقة المهدورة في الشوارع. يعني نفس ما تعرفين في شوارع تكون ما في سيارة تمر عليها كذا ساعة. صحيح. فبدل ما تكون نسبة سطوع الليت 100%. 100%. نعم. تكون منخفضة ونحن بهالطريقة راح نقلل من هالطاقة المهدورة. نعم. إذن هي فكرة فعلا تخدم المستقبل وتخدم البشرية بشكل عام في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية. اليوم سعدنا بوجودكم معنا في هذا اللقاء وبإذن الله اختراع شاركتم في مسابقات معينة أتوقع نورة. هي. شاركنا في Think Science اللوجو حطينا هناك وفزنا بسكند بليس والمركز الثاني. المركز الثاني. نعم. فهذه كانت من المشاركات بهذا الجهاز. نعم. بالتوفيق لكم نورة وآمنة ومها في تطبيق بإذن الله هذا الابتكار على أرض الواقع. وكلمة أخيرة على عجالة نسمعها منكم. تمام. أتقدم مع خالص الشكر لسمو الحاكم الشيخ سلطان بتوفير الجامعات اللي تحتضن هذه الأفكار وتوفير نخبة من الكادر التعليمي والمهندسين اللي ساعدونا لتنفيذ هذه الفكرة ونطلع إن شاء الله لتطبيقها على أرض الواقع إن شاء الله. بإذن الله. نورة وآمنة ومها كل الشكر على وجودكم معنا في هذا البرنامج وأنتم فخر لهذا الوطن. شكرا لكم. شكرا. بالتوفيق بإذن الله. شكرا. إذن مشاهدينا بفكر هؤلاء الشباب نرتقي بهذا الوطن المعطاء. تابعونا في الحلقات القادمة وبأفكار ملهمة من أبناء المنطقة الشرقية في برنامج صنع بالشرقية ومع السلامة.